الخلافة دي مش في الإسلام. رجع الأمور لنصابها وإلا هتفجر مصر. ما كانش لينا مستقبل. هيرشوا بالمية هرشوا بالدم. كان جالنا تهديدات صريحة مباشرة. كان الصدمات الحقيقة. أخبطوا دماغكوا في الحيط. I think Egypt could have been a locus for other international terrorist groups. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني. النهارده يبقى عدى 8 سنين على يوم عظيم. يوم صدر في الشعب المصري ملحمة. 30/6 عودة روح. دي حياتنا. كل الإشاعات اللي طلعت في الفترة دي كنا احنا اللي بنروجها وبنصدقها. من أبرز الإشاعات عبد الفتاح السيسي إخواني. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. بلدي يا عم وأرضي. كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني. مصر أم الدنيا. النهاردة عدى 8 سنين على ثورة المصريين على الإخوان اللي بيقولوا عن نفسهم مسلمين. هيكون في دماء، هيكون في سيارات مفصلة. 8 سنين مروا على الكذب والتزييف، الاستقطاب. المصريين أدركوا إنهم عملوا مصيبة كبيرة جدا إن الناس دي وصلت للحكم. والفتنة معهم كل أنواع الأسلحة ما تتخيله وما لا تتخيله. هم كان هدفهم المسجد، محدش كان عارف الطلقات جاية منين. الخراب، التدمير، يخرب بيت أمك جرح. 8 سنين عدت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ احتلال عدى عليها. أخطر تنظيم اتصل بمصر سياسيا. أنت عملت طالبان وأنت عملت قاعدة جديدة في مصر. في وطن وفي جماعة، اختار انت بقى. النهارده جه الوقت اللي فيه نتكلم، نحكي الحكايه زي ما حصلت، حكايه قرار اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، قرار حرر مصر من احتلال جماعه الاخوان.